اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يتجدد اللقاء وامسيه جديده وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بيك يا احمد، ومبروك الفوز لجمهور النادي الاهلي. مبروك الفوز لجمهور النادي الاهلي، فوز كان مهم جدا، لكن طبعا بنعتذر لكم عن التاخير. هوا طبعا المباراه اتاخرت 10 دقائق، فاضطر الاستوديو التحليلي يتاخر 10 دقائق، ولكن نعتذر لو صورناكم، ولكن فوز مهم، فوزنا 2-1 يا فارس، لقاء مهم جدا بعد الخساره من النجم الساحلي اللي كانت بفعل فاعل، قدرنا نحقق 3 نقاط مهمه جدا في انتظار مباراه النجم الساحلي وبلاتينيوم بكره. ان شاء الله النتيجه اللي تكون في صالح النادي الاهلي هي فوز بلاتينيوم وعرقله النجم الساحلي، لاننا بنسعى لتصدر المجموعه. فوز مهم يا احمد وفي توقيت اهم. الفوز ده في رايي مفصلي، لان النادي الاهلي كان محتاج جدا جدا للعوده دي قدام الهلال بعد الاخفاق امام النجم زي ما احمد قال لكم بفعل فاعل. ولكن النهارده جمهور النادي الاهلي سعيد بالنتيجه، كان يطمح في تعزيزها.